بنتكلم عن قانون التصالح، وده طبعا اللي شاغل الشارع المصري، واننا برنامج همسة مواطن اذا بننقل نبض الشارع المصري، قانون التصالح بما له وبما عليه، وهل مع الهدم ام مع التصالح وعدم ارهاق المواطن المصري. ونرجو من سيادتكم افادتنا عن القانون. اولا بسم الله الرحمن الرحيم. قانون التصالح ده قانون تم اقراره في مجلس النواب على اساس ان احنا بنقول ان الناس اللي هي مخالفه او الناس اللي هي بانيه على ارض دوله املاك دوله او الناس اللي هي خارجه عن خط التنظيم او الناس اللي هي بتبني مثلا العماره ما تستحملش مثلا غير 4 ادوار وتلاقيه عامل 7 و8 و9 و12 دور، فطبعا كان لازم يبقى في وقفه، ولكن الوقفه قد تكون فهمت بطريقه خاطئه او تم التنفيذ باليه خاطئه، وبناء عليه تم يعني صدور قرار ان وقف بقى كفايه الازالات اللي بتحصل دي، لان الازالات دي كانت بتاخد شكل جامد جدا. احنا النهارده ما ينفعش يبقى في قرار خطأ وفي وقت خطأ. احنا عندنا وقت لازم نشتغل عليه ووقت لازم نتكلم فيه. فاحنا النهارده لما بنيجي يقول لي ازيل، طب ازيل الناس اللي موجوده دي، هل انا وفرت لهم مسكن بديل؟ هل انا هقدر استوعب الكلام ده كله؟ طيب بدأ يبقى في نوع من التصالح، ان في ناس مش هيتعدي لها اماكن، اللي هي في نوع من التصالح. طب التصالح ده بيبقى بناء على ايه؟ بيبقى بناء على السعر، سواء البيت ده على الشارع بيبقى له وضع تاني، سواء في قريه بيبقى له سعر تاني، سواء في مدينه بيبقى له سعر تاني، سواء في حاره صغيره بيبقى له سعر، فالاسعار متفاوته. فاصبح هنا في نوع من العوار الدستوري اللي موجود، ان احنا ما ينفعش ان انا مثلا اقدر مثلا للاستاذ اشرف بجنيه واجي اقدر مثلا للاستاذه شريهان في مكان تاني ب5 جنيه، فانا كده النهارده في حين الاثنين مصريين والاثنين مقيمين داخل الدوله المصريه.